لا شوف، من الأشياء اللي ما أنساها طول حياتي الله يعطيه الصحة وطول العمر يوسف ثنيان وسعد مبارك، بعض اللاعبين كانوا موجودين. طبعا أنا كان معي سيارة هوندا فترة من الفترات، يمكن بدايتي 4 سنين، من يمكن من 90 إلى كأس العالم 94، سيارة واحدة ما غيرتها لأنه البيت النادي، النادي البيت، ما عندي شيء ثاني. وتعرف يعني في ذاك الوقت يعني هداف الدوري وسامر جابر وطلع للعالم وكذا، فنجي في النادي فكل يوم جايب هالهونداي، هونداي وهوندا، والله هونداي أعتقد ميب هوندا بعد، هوندا وين، هوندا أكبر من هوندا، ولكنها حتى من نوع اللي يعني واضح أنه أكل عليه الدهر وشرب، لكن من البيت إلى النادي. فجالسين الشباب وأنا جاي كذا، الله أنت حتى يعني يعطونك يا الله ماسك هداف الدوري وذا ما عندك إلا السيارة هوندا. يا أخي يا أخي أنت ما شاء الله عليك عندك شركة، تملك بيت، قاعد تلعب كورة من زمان، خلنا حنا نعيش، خلنا نعيش. الأمر هذا سبحان الله فعلا يعطيك أنه في الأخير يعني تربية لها دور، الاستيعاب له أو من زميلك، من أخوك، من بيئتك، يعني ما أنت محتاج تركب لك سيارة عشان توري الناس أنت منهم أنت. هذا التربية من الوالد، من الدي أم. لكن زملائي كانوا طقطقون يعني بابا ايش هالبخل اللي انت فيه اخوي، تطلع لك سياره قاعد لنا بالهونداي لنا ما اشوفك اللي طالع. بعدين موديلها مو موديلها خلاص راح. فسبحان الله هذا كله برضو حصلته قدام.